السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا اين وصلت الاشغال نتاع المستشفى نتاع مكافحه السرطان بولايه الجلفه. وهنا عندنا الصور، الاخر صور اللي صارت البارح بمناسبه زياره والي ولايه الجلفه لهذا المشروع، واللي راه الان يوظف حوالي 300 عامل. ومن إنجاز شركة كوسيدير هي اللي قائمة بالأشغال تاع الهندسة المدنية وتاع المستشفى، اللي حسب تصريح الوالي أنه المشروع هذا سوف يسلم في النصف الأول من السنة المقبلة تاع 2023. إن شاء الله يكون فيها خير. السلام عليكم.